بيجيلي الكومنتات، احنا هنقرا دلوقتي برضو اسئله حضراتكم، بس هل بيجيلي الكومنتات اللي هي مثلا كريفيو، يعني ان هو بيوفر على الناس اللي حياتها سريعه واللي حياتها مش روتينيه، فكل يوم بحاله وكل يوم في حته وعلى طول مشغولين، بيساعدهم في فكره هنا ان هم بيعوضهم عن ان انا يبقى عندي روتين سليم وصحي ماشي عليه، وغصب عني انا مش بقدر ان انا امشي عليه؟ هل طبعًا بيعوض فعلا؟ بيعوض بنسبه حلوه جدا، وجالي كومنتات كتير من الساده العملاء اللي اشتروا ألب مالتي فيد من الصيدليه، مبسوطين جدا منه، مبسوطين جدا من دعم. يعني هو كمان مش بيدعم العظم، يمكن الشباب ما بيحسوش دلوقتي بمشاكل العظم، لكن حسوا بدعم طاقه، حسوا بالتركيز اعلى، حسوا بنشاط احسن، وطبعا بيدعم لهم مناعتهم. كتير من الساده العملاء قد ايه مبسوطين، واللي اشترى من ألب مالتي فيد رجع اشترى تاني، سواء لمامته سواء للاب، لان مهم جدا جدا ان احنا نراعي جدا اهالينا، نراعي كبار السن. صح. دول محتاجين مننا اهميه كبيره جدا جدا جدا، زي ما ربونا احنا صغيرين احنا بقى ايه طبعا نركز معاهم دلوقتي، وخصوصا ان احنا بنتكلم هو لا يتعارض مع اي ادويه تاني. ما بيتعارضش مع اي ادويه، مفيش حاجه اسمها مثلا في مرض عند والد حد او حتى عنده سكر او ضغط او كده، لا لا يتعارض تماما، دي كلها مكملات غذائيه الجسم محتاجها، ملهاش اي يعني اثار جانبيه، وتركيزاته معقوله جدا. وكل مره بحط التركيزات على الشاشه، هي دي تركيزات ألب مالتي فيت، التركيزات معقوله، الفوليك اسيد 400 مايكرو جرام، الفيتامين سي 500 ملي جرام، الجسم محتاج 1000. طبعا الزنك عندي، النحاس عندي اي ثينك 3، وعندي الزنك وعندي كل فيتامين بي كومبلكس على فكره، بالنسبه للجسم محتاجها يوميا ولا اقل؟ اقل سنه، اقل عشان سنة اعتمد على الاكل، الاكل بالظبط. طبعا طبعا لازم يبقى فيه وعشان يبقى لايف ستايل، عشان ما نقلقش من اي تركيز عادي، ده مهم. مهم ان الزنك موجود ومهم ان النحاس موجود. ليه حاطين دول مع بعض؟ عشان الزنك مش هيشتغل من غير النحاس. ده لازم اقول ان الزنك مهما خدت زنك، واحنا عندنا اعلى تركيز في الزنك، فلازم نحط جنبه نحاس. ونصيحتي لاي حد بيتفرج علينا بياخد اي سبلمنت او اي مكمل غذائي تاني بالزنك، لازم يبقى قدامه نحاس، عشان خلوا بالكم بلاش النحاس يقع. تمام، دي نقطه مهمه.